كاينه شي كيلو تما؟ كاينه كيلو الصبح. كاينه كيلو الصبح. شوف الاخوان حنا دابا الله وصلنا رفقة الرئيس بدر، تحياتي ليك. تحياتي الاخوان. اش كتعاود على هذه الخرجة؟ لا لا كاين دو ديبار بعدا جبان ليك؟ لا كاين هو بعد الخرجة له حلو حنايا غير في الدخلة كيفاش ندخلوا. مرحبا الدار الرئيس، مرحبا. ها انتم كيف ما كتشوفوا كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق، يعني اخر فيديو في القناة، يعني هذا هو البوزيشن وهذا هو المصيد. الرئيس بدر راه احد المتابعين ديال القناة ديالي وعزيز عليا، كيجي عندي دائما والله العظيم مشاهدة لله، يعني رجل بمعنى الكلمه. وكيف ما كتشوفوا حنا جينا الحمد لله القويطين، ها البلاصه ديال الرئيس عبد الاله، وها البلاصه غادي نقدوها الرئيس بدر حتى هو حتى هو. ضروري كلشي خصنا نرتاحوا، ماشي واحد يرتاح واحد ما يرتاحش. وان شاء الله الطعيمات جبنا سريدلات من لحناهم. ها انتوما واحد الجوش غنقول لكم، جو شاعري ضبابا ومرعتي كي دايره زاز لوز. وكيف ما شفتوا معايا الحمد لله ها الصنابريلا صوبت، ها هو. وغادي يلتحقوا بين بعض الاخوان، يعني الرئيس يونس والرئيس حسن. ان شاء الله الامور غادي تكون بخير وعلى خير، وتحياتي لكم الاخوان. تاسطلوا ونشحروا البراد هو الاول عادي بان البلان. انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا المغرب الشتيوة بدات تقولها. سي بدر اش كدير اخويا؟ كان شاجه انفيرميا كتكباد. هيا اخويا مرحبا الدار الرئيس. انتم القويطين سديناه على حساب الماء والبريريد والمسائل، والحمد لله هاد الخرجة رفقة الرئيس بدر فيها الخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله كاين الشتيوة جلسة يا سلام. وأنتم كيف ما كتشوفوا الرئيس عبد الإله راه دخل سوق جواه، هادي هي دخل سوق راسك يا هادي جليليبة. والأمور كلها راضية الحمد لله إن شاء الله. يلاه بداية الخرجة يلاه درنا كاسكروت، نجمع شي طعيمات، الليل طويل إن شاء الله. كانت المنزلة الضبابة هادي راه كتحيد بعدا الريح، الله يسخن الماء تكون شي معنى، كل منزله مزيانه. الرئيس بدر تكلف لينا جاب لينا لاكلاص، انا جبت لكاشتي. المهم الامور كلها دازت بخير وعلى خير. ها الرئيس بدر كي جاتك الخرجه ناضيه، اللهم بارك وزيد في ذلك. كلشي ناضي، كلشي ناضي، الباكتاج موجود، كلشي هو هذاك. يا سلام زاز ديال اللي مرحبا الرئيس بدر. ايوا ان شاء الله نتمنى من الله عز وجل تكون شي خريجه مزيانه وتكون الامور كلها مزيانه باذن الله. الباكتاج كيف ما شفتوا لقيتوا راس دينا الشتيوة جات. يا سلام انتم الخوذه البياسه الاولى، اللهم بارك. كاينه شي كيلو تما؟ كاينه كيلو الصرف. كاينه كيلو الصرف واش الزاد الاخوان، والله العظيم الى العجنه بيلوط. ما كاين ان شاء الله غير الفراجه باذن الله. هذه بدايه خير. كيلو لا تكون فيها الرساله. لا لا فايتها كيلو، فايتها كيلو، فايتها كيلو. انتم ايديا اللهم بارك. البياسه الاولى اللهم بارك. هاد الرئيس بدر استفتاح ذلك مرشتا كاين الخير. الخير عليك مولانا. يلا الرئيس يلا عليك مولانا. بلادي نحيدها من الصناره وهاني معاك جدك الرئيس. لا انت تبارك الله فعلا كاينه كيلو شي حاجه وصريت عمي عار عليا الموسطيل الجميلة. ترى دارت فيها دورة ديال الغداي الرئيس سي عبد الإله. مرحبا اللهم بارك. ترى دارت فيها ضرب واحد الموسطيل إلا ما كاين فيه، كاين فيه واحد كيلو وكيلو 400 كيلو 300 من بعد واحد الأجواء كانت واحد شوية ديال الشتا رائعة الصراحة، أجواء رائعة. هذا هذا الموسطيك كيجي سولني انا الرئيس سي عبد الاله مع الموسطيله. هذا من فضل ربي الحمد لله. هاكا الرئيس خشي صبعك هنا انت راه مسحوها الكلاصير. اللهم بارك ما شاء الله. يلا بداية خير ان شاء الله، ما يكون غير الخير.
بريريد مكويطين. يا سلام جلسة ولا في الأحلام. هانتم الخوت قومي لك الطيب حقا وطريقة الكوف وشي قريب درنا عجنة وشتو المسطيل. سير واخرج انت سير واخرج عطينا ابتسام سير المسطيلة شتو عليك مولانا. على الغدا نخدمو المصيد مزيان نرشي بيلوطة تاني مزيان الصباح ونجربو على الله. نظل تصنطو المنازل هادي لحداش ونص رخاء الله البحر يلاه كيسرح. ايوا عليك مولانا مع دي سير الله. كيف ما كتشوفو الاخوان حنا دابا الرقاد هادي لحدا ونص جربنا واحد البيس هاد المصطيل اللي كاينة خرج على شي بركة. ثم الاخوان من داخل القيطون اجعل شي بركة بلاصة ديال الريس بدر. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان ان شاء الله نتمنوا الله عز وجل. وتحياتي لكم الاخوان وعن نور الاخوان على الفطور. اللهم بارك. كيف ما شفتوا معنا حنا فقنا جمعنا شوية ديال العكرشة الاخوان بالليل عكرشات. هاهما الاخوان جمعنا شوية ديال العكرشات جمعت واحد شوية ديال القمرون بالصنابري اللي شفتو معايا البارح. هاهما الاخوان اميرنا ملاح مع الله طياب ماشي جايبين لكم ولا لا. قميرنا دخلوا مع الربيع هانتوما الاخوان وباقي الحي. ها هو اشتر اخوان باقي حي اللهم بارك. نصيدوا بياض الصبحيه ان شاء الله بالبوشون ولا بخمسة غرام. هانتوما الاخوان هادي الطعمه اللي غنخدموا بها الصباح. عندنا شي ديال البيلوطه ونجربوا حالت البحر الاخوان بحر مكسل. شوفوا الاخوان كيدير بحر ميت بزاف بحال هذا البحر هذا صعيب 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 بزاف تكون فيه المعنى. ولكن غادي نجربوا البلايص اللي فيهم بحال هذيك الشكوشه بيضه هي فاش غندورو في هذه الفجريه. وعليك مولانا خليونا الاخوان دابا مع الفطور نفطروا. الريس بدر باقي كي مرتاح مع راسو. انتم غادي بريري طيبنا نفطر دابا ان شاء الله ونتوكل على الله تعالى. جربنا ثاني اليوم العجب الشرغو ما كاينش الاخوان عينا ما ندورو والو. قمرون كيف ما وريتكم ها هو القمرون ها هو قميرنات. ها هما الاخوان شفتوهم ها قميرنات باقي حيين ملاح اللهم بارك. ولكن الاخوان ما بغاش يهزو واخا طيب ها العكريش. اش غادي نقول لكم الحوت الشرغو ما كاينش خاصة في الصباح وتا هاد المنطقة ما فيهاش يعني ما هادي ما تمسحش كاع هنا. ها العجنة ديالنا جربت ليها الاخوان بالفرشية العمارة ديال 40 ها هي مهودة حتى لهنا. عندها واحد الملاقية مع 30 وعندها واحد الملاقية مدوبلة الاخوان ديال 24 وحالة البحر هي هادي. وانتوما كتشوفو كنتلقى لي غير في هاد البلايص هاد المشمشمين وما كاينش الاخوان الشرغو ما كاينش. كانوا واحد ربعه ديال الرياص وهذا اللسان هذا كلهم ديماراو كانوا مصيدين في الظليمه. والو جيت لهنا عجبني هذا السف هذا كيخرج لحت فيه البوشن ما كاينش ليه الزال الاخوان. والو انتما كتشوفوا الحاله ديال البحر يعني الصفه كاينه من الفوق يلا شويه اللي كاين هنا كنطلقها ليه تقول تجربتيه ب 5 غرام والقمرون والو 5 غرام والعكريش والو فريفره والو. المهم الشرغو ما كاينش حتى العجنه ما حداش حتى الصغير. هادشي اللي كاين الاخوان وهذا المنزله كيف ما غنقول لكم كيف ما دائما كنشوف انا يعني على حسب العين ديالي وعلى حسب التجربه ديالي 100% هاد المنزله غير ديال الحلامه. كما كتعرفوا دابا هي الطياب كتطلع هي بدات تغزز وكتبدا تنقص هذا الربيع هذه هي المنزله ديالها. الطياب هذا بحال هكا هو فاش غادي تكون وغادي تسرح. المهم غادي نشوفوا نضربوا واحد شويه ديال الطعيمات ديال الربيع نجربوا لها دابا في السرحه. دابا كيسرح البحر كاينه تبارك الله ما كايناش دخول دما ان شاء الله تحادي. اما بالنسبه للبوري البوري الاخوان ما كيبيش بحال الطيوح هذا بزاف غادي يطلع ماشي ما غاديش يطلع خاصه الا خلطنا ليه شويه الخبز والسردين ودقينا ليه ولكن ما كيكونش ذوك الاحجام الكبيره. راه البوري صغير ويقدر يدور دابا مع السرحه الى دار شويه البحر وكان شويه فيه واحد شويه ديال الموجه
غادي تحركوا برا ان شاء الله. الا ما كاين والو الاخوان راه غادي يخدموا على حلامه الربيع، نهودوا ليها السطوحه لتحت واخا شويه خطر من الطريق شويه منعانه. الا بغيتوا تدوزوا الاخوان مغامره صعيبه، الا بغيتوا تدوزوا انتوا كتشوفوا خصك تهرب مع داك الربيع وتجي وتجي وتجري وتخلي هذا الفم هذا وتجي معنا وطلع مع هاد الشنقر تمشي لهاد البلايص اللي هما مانعين شويه هنا فين تقدر شويه تصيد، اولا تجي لك لتحت، ولكن راه كيجي البحر من هنا كيسد على هنا، كتجي الموجه كتزدي معانا. المهم غادي نشوفوا شي مصيد مزيان نخدموا ليه ثاني الربيع والمسائل ونجربوا بما يلتحق بين الرئيس يونس والرئيس حسن ان شاء الله. حنا بالانتظار غادي نعاودوا نجربوا العجنه، الا كاين شي حاجه تبارك الله ما كاين والو نمشيو نقلعوا الربيعات في هذا الصباح ونشمروا تدخل الماء ان شاء الله. الا حدثنا راه حنا معكم، الا ما حدثناش الاخوان هذه هي حال البحر دائما الطيوح بزاف ما خدامينش. جربنا بالليل شفتوا معايا واحد الموستيلا قطع لي واحد صيغه شي فريخ ديالها صيغه صغير، وان شاء الله نشوفوا الحاله اش كتقول هاد الصبحيه اليوم بالنهار اش كتقول المنزله. وتحياتي لكم الاخوان والدعوه معنا، اللهم يسر للجميع. دائما معكم الرئيس عبد الاله ودعواتكم لنا. وانتم الاخوان كيفما شفتوني مجرب بالعجنه ومي بان لي واحد شويه ديال كابيلا كتركل فوق الماء، نقدر نجرب ليها واحد شويه ديال نجرب ليها واحد الراكلو صغير زرق على الله تكون شي فرجه كابيلا واخا نديروها غير طعمها بعدا. يا حصل داري يا اخوان كبيرة شتوها بالراجل وهي شتوها شتوها الاخوان هيا ان شاء الله نجمعوا شي طعيبات شوها كاينه كثيره غير كانت قدامي ولكن ما بقاتش سبحان الله العظيم غربه عاد مشات عند بلاصه ليه يا الاخوان الاخرى يا الاخوان المباشر كابينه بالراجل هادي راه طعيمة مخيرة وشواية وكلشي هادي هو كتبعد هاد الاخوان هذا هو المشكل.
يا الاخوان، شي واحد كيسولني يا الاخوان على كسبات 5 متر راه غديباني بها رايسي، ماشي ما غاديش تشد بها، ديباني بها غير هاد الحد. يا الاخوان فراجة على كبيرة، المهم طعيمات بعدا ملاح، الترقيعة هادي هي 26 كتبيع الاخوان الرقرات هي كتشوف مزيان. الاخوان ولات شعرات، الله هو بارك. غنزيد ليها الاخوان واحد الترقيعه ولاو جوج ديال الرواقد. وما شفتو الاخوان فراجه اللهم بارك. الله ما كرهناش ردي يكون معاه شي بوشه كل شيء بلاغ، ولكن رجع في الله. يا اخوان اللهم بارك، انتما راه فراج والله العظيم، وماشي زعما راه الماكله راه مورك على الحيه. كيفما شفتو معايا الاخوان، ها هي بيلدو ديال 70 غرام، الترقيعه ديال 26، فيها تقريبا واحد جوج مترو، راكلو راكلو بوعيون، هذا راكلو بوعيون، هذا ازرق وزبدو صفراء. وانتم الاخوان هذه هي الحصيله الاولى، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، الحمد لله دغيا دورنا هادشي باش مزيان الحد ديال الجران، دغيا دغيا كيتواطا، وكان مع شي بلاغ ولا كون كانت كابريله كثيره غادي تكون الفراجه، ولكن حنا ما عرفناش واش يعني واش كثيره، يلاه بانت لي كتجنطه فوق الماء كتنقز وداك الشيء، عاد فقت ليها ما في اللو ديال الفرشيه كيف ما شفتو معايا، قلبوا على الشرغو سبحان الله، ديما اللي بيع الدب راسو مع الشرغو، الشرغو ما كاينش الاخوان نهائيا. وعليك مولانا كانت شي حصيله ان شاء الله اللي نديرو، هذا هما الراكلوات، يكون عندكم الراكلوات شويه صغار على حساب كابيلا ابلاغ بوشوك، والترقيعه ما تخافوا منها والو الاخوان، اللي كيقول لك لا ندير 60 50 70 تقدر تخدم حتى ب 30 26 28 على حسب طريقة الصيد ديالك والحوت المستهدف، ولا كان حوت غليظ راه كتسيس معاه حتى تخرجوه الاخوان، اللهم يسير. هضرتو لي واحد شويه الاخوان بقدومه، وجربو هاد السقف هذا بالفرشيه، على الله ان شاء الله تكون حنينه ولا لاباد راه مزيانه، واخا المزدرة الله بدا كيدير الموجات تا وصلنا ليه سبحان الله العظيم، غير وصلنا لهاد من تحت الماء هو يبدا كيعلمنا، ملي يكون على بال، بعد تيقف هاد البحر واخا مكسر. شارك يا خوان كيما كان تحت الدبابة بيسير الهيل تحت، ويشرب ليه الهيل، ساعة سبحان الله تيشوف ولا كيطلع، عليه بحر ما فيه الثقة، خايف عليك من فوق مرايا وبوايا، وكاين واحد البلاصة مستوية تقول راه صافي تقف ما تيق، سبحان الله
400 كيخرج مشي تما وبقى كدك وحاط راسك على رايسي. ها هو شوف كيفاش هنا كاين الخروف هنا، هذا باغي يطلع لي حتى لما قال لي ها هو لا هنا جا بدا كيجي عندي ها قال لي خور باش تعرف راه الحرمة فيه الدقة. دابا هادو المواج ديال السرحة اللي كيدور لنا من العمورية كيدور السرحة كيما يقول بلا معنى به. هذا الا عارف كيفاش القوانين البحر عارف العمره والسرحه انت كيدور انت ما كيدور، الا ما كتعرفش هذيك الامور ما تيقش رئيسي. اضعف اضعف حاجه اضعف حاجه واخا يكون الصيف غادي الا فكر في السلام غاش على شي حجره هنا تضرب في الراس ولا تطيح ولا تصدع ولا شي حاجه راه ما بقاش خرجه هذيك ما بقاتش رحله الصيد ما بقاش متعه وما بقاتش هوايه يقول لك مضره. قال الله عز وجل ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه الانسان ما يلحش راسه في شي حاجه خايبه. تحياتي لكم الاخوان كدير لكم الشاشه باش تبان الامور ماضيه زاز لوز انت تيق فيه تيق حتى في هذا البحر هذا تيق تيبرم في هنا هذا هنا تيق في البحر نهائيا راح تحت برمعة جري علينا وليدي جري علينا اجرنا لك وليدي اجعل لك شيء بهذه المدينة ان شاء الله يكون خير وكاين هاد الموجه هادي بعدا راه مزيانه. كما كتشوفوا الاخوان راني بديت المصيد بديت المصيد داخل على عاوتاني بكيت فيه واحد شويه ها هي الجراد ديال الاخوان هنا كاين الروب ديالها ديالها خلص ماشي عارونا بدون تخلص مشات الريس؟ ها؟ مشات؟ أنا نطفي هادشي ياك؟
الرايد واخا خدمنا جا واحد الرئيس الله يهديه زحمنا على كي مسامحين له ديه واخيره سوها ما يحيدينا الحين دابا تخبلنا ما يحيدينا واحد حوده هادو هما واش يعارونا خدم تخلص واش حضرتي لهاد الخدمه تخلص دار تاعي اخي اش عرف راه كنضربو تا المرا باقا الرئيس باقا الحمد لله حنا دوزنا السويعات بخير وعلى خير امور دازت زاهيه فرجع على حلمه فهاد السطح الاخر اللي جيت ليه اللي شتوني خدمت فيه مزيان وصيت واخا جا حدايا واحد السيد ولد بلال الله يسهل عليه ديرون جيت انا وياه تخبلنا مشاو ليا جوج بياسات ولكن من بعد خدمت يعني قلت ليه بيت صيد صيد قال لي غنمشي نبدل لك ليه الله يسهل عليك مشى هو بقيت انا خدام في المصيد شويه 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 هي تركب عليا وانتم الاخوان الحصير اللهم بارك وانتم الحصيرة اللهم لك الحمد شتوها حصيرة ديال حلامة والبحر الطيوحة وما الدري ديال البيروطة راه كيما كاين والو الاخوان تقول هاو السيد لا هذا لا هذاك ما كاينش كاع ما يدار والو الحصيرة المهم الحمد لله ما بقاوش بلاش نديبوني ورزق الوليدات يعني ما ياكلوا الدراري وما يفكروا ما ياكلوا الاصدقاء والحباب المهم الحمد لله خدمت لقى قال لي شقات لقى والانسان دائما شعارنا ما كاينش سرغو ما كاين واخا تقلب عليه